انا طلع حج. انت فاهمه انت بتقولي ايه؟ عارفه اني لسه بفكر فيكي بعد كل السنين دي. ما تقوليش ان انت هتدخلي تقعدي معانا بالطرحه دي. بتستعري مني؟ طب هاتي فلوس وانت مش هتشوفي خلقتي تاني. البني ادم ده رمة. يا ريت كل المشاكل اللي في الدنيا زي مشكلتك. شويه فلوس وفي الاخر هتتحل. اكيد يعني مش بعد 19 سنه وبدون مناسبه جاي تصفي حسابك معايا يا غدا. بامانه كنت بتكسبي زمان اكتر ولا دلوقتي؟ انت عايزه تمشي كل حاجه على كيفك كده من غير ما تتعوري؟ انت فاكره نفسك تايبه وحاجه بجد ولا ايه؟ هتفضلي زي ما انت ويمكن ازبل كمان. انا في مشكله كبيره على فكره وتعبانه قوي. المشكله ان انا مش قادر انسى نظره تانيه وهي بتموت. انا هرجعها حافيه وبقشفها زي ما كانت. انت واهلك بتاكلوا بالحلال بسبب مين؟ كنت خلاص عشان انا مش سامع. غدا هو انت عايزاني سلفت المبلغ؟ انت خلاص بنتي انا هطلق بسببك. امشي غوري. انا المفروض طالعه حج بس مش ثابته.